لان صربيا ما راديش بالخطا وفاش وقت نتمنى تسجل الهدف الثاني نتمنوا الله كيشوفوا ما يضرب بين اللاعبين بالوتيفا المغربي صربيا صامبيا غير راضين بالنتيجة إذا المغرب فاز عليهم جوج لواحد وقت ضائع إذا الفريق فاز كيكون هذا المشكل إذا حنا لعيبة الأحداث كنصوروهم ربما شي حدث بحال هكا لاعبين كيكون فريق دائما اذا انهز ممكن يكون هذه المشاكل نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي ويفوز ان شاء الله ويحصل على شكل النقاط الاولى في الصدارة صعبة اللاعب كان المباراة كانت رائعة جدا اجواء جميلة في تيران ادراب دلنا سقوط اللاعب زامبيا ديجا هذيك الضربه نتمنى الشجاعة ديالكم ونتمنى الاشتراك في القناة تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وساعدونا باش نوصلوا القناة 400K وهادشي اللي كاين استمتعنا تفرجنا لأن هادشي اللي كاين ان شاء الله.